السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. يفترض البرسيم أنه ما يصل إلى مستوى التزهير إلا إذا كنت ترغب أنك تأخذ منه بذور فقط، لكن يعني لو كان عندك رشاش محوري أو كان عندك أشراب صغيرة زي اللي عندي هنا وأحواض، فيفترض أنه يعني ما تتركها تصل إلى التزهير، وإنما مجرد أنه تشوف مجموعة بسيطة بدأت في التزهير على طول يحصد كاملا، لأنه خلاص لن يكون فيه نمو إضافي وراح يبدأ في مسألة إخراج البذور. وإحنا ما نحتاج البذور لأننا نستخدمه في الأعلاف للمواشي، لذلك يعتبر هدر للوقت أنه يبقى بهذا الشكل وفي نسبة تزهير عالية. تمام، يفترض أن يكون تم قصه من أجل أن ينبت من جديد. أيضا نراعي الأجواء، يعني الآن إحنا بدأنا إن شاء الله ندخل في الربيع أو اقترب الربيع، خلاص إحنا خلصنا الشتاء وانتهى فصل الشتاء أو بقي منه كم من يوم، فالأعلاف في فصل الصيف تنمو نمو قوي جدا، وبالذات في الوقت هذا تكون الأجواء مناسبة، فبقدر ما نستطيع انه احنا نقص النباتات الاعلاف هذه راح تعطي نموات جديده اكثر من السابقه، لذلك من الخساره انه انت تتركها بهذا الشكل. ما شاء الله اليوم عندنا نسبه فراشات جيده ما شاء الله. طيب الارتفاع عندنا هنا مش بشكل جيد، يعني تقريبا يعني 30 سنتي، يعني مثلا لو نشوف هنا قصينا هذه تشوفونها، يعني ارتفاعها كم؟ هذه هي بالعرض، يعني ما يقارب 45 سنتي إلى 40 سنتي. تمام، وليس الجميع وإنما بعضها، يعني لذلك هذا وقت نمو ممتاز، لازم إن احنا نحش الحوض هذا كامل، وإن شاء الله بعد شوي راح نجزه كامل نعطي الأغنام ونشوفه بعد الجز. أيضا عندنا البونيكام والبلوبانيك والذرة، يعني احنا زرعنا مجموعة وكانت مشتركة، تلاحظون أنها بدأت تعطي بذور، يفترض أنها ما تترك حقيقة، يعني لابد أن العمال كانوا قصوها قبل كذا بدل أن تترك إلى أن تنتج بذور، لاحظين؟ لكن في شوية إهمال حقيقة، لكن معلش. عندنا الأشراب هذه زرعنا فيها اللي يسمى علف البياض أو البياض، تلاحظون الانبات، يعني الأرض أساسا ليست جيدة، احنا اشتغلنا عليها صراحة، لكن يعني مش بالشكل المطلوب، تلاحظون نسبة الانبات ليست جيدة، على طول الأحواض هذه كاملة. لاحظ عندنا ايضا هذه الاحواض، تشوفون الانبات هنا، مناطق عن مناطق. طبعا المياه عندنا 7000 الملوحة، والارض ايضا صودية، فكلها مشاكل رغم وضعنا للسماد العضوي، لكن المزارع اللي تربتها زينة وماها جيد ان شاء الله انه يكون مبارك، سواء علف البياض او اي علف ان كان، يعني كل الاعلاف مباركة. بالنسبة للمحشات الخشبي هذا جيد، تمام، وفي منه الحديد، مقبض حديد، صراحة انه العمالة لا ينفع لهم الا هذا، يعني يكسرون كل شيء، لكن ايضا مع الوقت هذه تتلف، يعني مش كل شيء انه العامل كسره، لكن مع الوقت تتلف. يعني الان الموقع هذا جزء من اللي حشيناه، عبينا عربية وباقي الجزء اللي هناك راح ان شاء الله نكمله كامل. بصراحة انا عجبني الفراشات اليوم، رغم انه هذه يعني مؤثرة ممكن على النباتات اساسا، يعني تضع يرقات وبعدين تحول الى ديدان، والديدان هذه تتغذى على النباتات وبعدين تتحول الى فراشات. هذه فراشة طارت،
يلا اليوم الاخر وقت يجلسون فيه الفراشات هنا اللي راح نحشه عنهم. برضو قطتنا مش عارف هي هنا ولا لا. دهيبة اهلا وسهلا يا دهيبة، كيف حالك؟ هذه بسة عماد. السرب هذا اللي كان فيه صورناه الاسبوع الماضي كان فيه برسيم، وعفوا كان فيه جرجير، وكان فيه يعني ورقيات للعمالة، وبعدين قالوا ما نبغاه فرجعنا وجهزناه وزرعناه. الآن تلاحظون فيه نبات، تلاحظون نبات جيد، اللهم لك الحمد. أيضا هذه بعض الأشراب زرعناها مؤخرا، بفضل الله انبتت. لا زال أيضا فيه يعني بعض المواقع لم تنبت. طيب نرجع لحوضنا، هذا الحوض اللي كنا في البداية صورناه وقلنا انه البرسيم فيه بدأ بإخراج الأزهار. الآن هذا هو الحوض أو الشرب، شايفينه تم حشه كاملا. مثل هذا يعني يكفيني مرة واحدة للغنم، يعني شرب واحد كل يوم للأغنام جيد. عندي 48 شرب، إذا الشهر 30 يوم إذا عندي 18 شرب فائض، تمام. لكن بما أنه البعض منها فيه فجوات زي هذه ما زرعت، معناته تقريبا 48 تكمل الشهر كاملا تقريبا. أيضا التنوع سواء كان بلوبانيك أو بونيكام أو ذرة بيضاء أو أي شيء من اللي زرعناه، بحيث أننا ننوع الطعام، لكنه يكون مع بعض البرسيم مع النباتات الأخرى لا. يفترض أنه الذرة البيضاء في حوض لوحدها، البرسيم في حوض لوحده أو في شرب لوحده، البونيكام، البلوبانيك، الأشياء هذه جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم لما فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.